يا ابو الباش قلت سبحان الله قادر على كل شيء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، لكن العز الجامد قوي دي فجاه كده بين يوم وليله كده اهو هتتحير. هو هيشتري كم فدان قلتوا لي؟ اتنين فدان وتلت يا حضره العمده، حته واحده، ودفع فلوسهم كاش 15,000 جنيه، رزمة فوق رزمة. لما الواد سطوحي قصاص الحمير يلبس جلابية كشمير ويلف شال أبيض حوالين الطاقية بتاعته ويلبس مركوف في رجله، نقول أي حاجة ومقدور عليه. إنما يشتري فدانين وتلت ويدفع فلوسهم رزمة فوق رزمة فوق رزمة، لا دي حاجة فيها حاجة. يا شرقاوي تعالى، عمرك حتت رمضي تاخد الركوبة بتاعتك وتطلع تجيب لي الواد سطوحي من بلده، وخليه يجيب العدة معاه، ما يجيش من غيره، يجيب عدة القص معاه، قل له العمدة عاوزك تروج له الركوبة بتاعته النهاردة حتت العمدي. ايوه النهاردة وبسرعة. صحيح، مخ عن مخ يفرق. مشكلة ان الركوبة بتاعتي مش محتاجة قص. اها، يبقى يجي من غير العدة بتاعتك. لا، العدة قبل منه عشان ما ينساش نفسه. ناقص حاجة بسيطة عايز أقولك عليها يا أبو الباشا. قول يا عوضين. بلغني إنه اشترى دار جديدة كمان. بسرعة يا هلا. سلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله، تسلم إيدك. الله، الدار القديمة يا حاج سطوحي ناوي تعمل فيها ايه؟ هيعمل فيها ايه يعني؟ هيشوف لها بيع، اصلها في حاره كنزه وضله. ومين يعني هيشتريها غير واحد كحيان ومالوش متوي؟ هي قاعده لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتكلف حاجه. ايوه، وكل يوم الحاجه بتغلى وتمنها بيزيد. سلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. كيف الأحوال يا عم سطوحي؟ شكلك غريب مش من البلد دي. إيه؟ أنت نسيتني يا عم سطوحي؟ أنا شرقاوي غفير الحاج سلام العمدة. أيوه، لا مؤاخذة. انزل اشرب الشاي. كتر خيرك يا عم سطوحي. بس الحاج سلام بعتني عشان عايزك دلوقتي حالا تروح له معاك العدة بتاعتك عشان تروق له الفرس الركوبة، وبالمرة تقص للجحش الصغير. اسم الله على مقامك. سلمني على حضرة العمدة كتير قوي، قول له سطوحي بطل شغلانة قص الحمير ورمى العدة. انزل اشرب الشاي. رميت العدة؟ بتقول ايه؟ بطل الشغلانة ورمى العدة؟ زي ما بقول لك كده تمام يا حضرة العمدة. وقلت له ايه لما قال لك كده يا شرقاوي؟ انا لا قلت ولا عدت. اصل الحال ما كانش عاجبني نهائي، قاعد مجعوص على المصطبة كده كأنه عمدة، وحواليه ناس زي حضراتكم كده وبيشربوا الشاي في كوبايات مدهة. الو، ايوه يا مجدي، هي ايه العباره يا ابني؟ ايه اللي بيجرى بالظبط؟ يا والدي انت مكبر الموضوع قوي كده ليه؟ احنا مالنا وماله؟ يكبر ولا يصغر، يشتغل ولا يسيب الشغلانه، ولا حتى يروح في داهيه؟ وبعدين احنا مالنا بيه؟ ده هو حتى بعيد عنك وعايش في بلد تانيه. ايوه يا حاج، قدر اللي انا فيه، قدر مسؤولياتي، انا مش فاضي الامور الصغيره دي. وبعدين سطوحي وابنه اول ايه بس؟ انا محتاجهم في شغلانه. معلش يا حاج، انا مطلوب عند المدير دلوقتي. مع السلامه. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ده اسمه الكلام يا معتمد يا ابني؟ الشقة دي لا تنفع للجواز ولا حتى والعياذ بالله للطلاق. يا ساتر. غلطان الأخ معتمد، غلطان إنه يفرج عروسته على شقة زي دي أساس. أيوه بس كل شيء ممكن يتصلح يعني. ده اسمه الكلام يا معتمد يا ابني؟ إيه اللي خلاك تعمل كده؟ ما هو حضرتك يا سيدنا عندك علم بالموضوع من أوله لآخره. ايوه معتمد يا ابني، انا عارف كل حاجه،
بس الشقة بالوضع اللي هي فيه ده ما تنفعش خالص، دي لازم تتوضب، وأحسن لك إن أنت توضبها دلوقتي بدل ما توضبها بعدين وتتكلف كتير. الله، خامات ومصنعية. أهم حاجة دلوقتي إن إحنا نصلح ما بينك وما بين عروستك وأهلها، وزي ما بيقولوا كده نرجع المية لإيه؟ لمجاريها. لمجاريها. طيب بالنسبة للعفش؟ العروسة يا ابني لازم تخش على عفش جديد. أيوة مولانا، بس العفش موجود. أنت بتسمي الكراكيب دي يا ابني عفش؟ تصرف فيها يا ابني، تصرف فيها زي ما أنت عاوز. أنا أقول لك الحل يا معتمد، احرقه. أحرقه؟ أيوة احرقه. الحل الوحيد للخلاص من عفش زي ده هو إنك تحرقه بدل ما تأذي بيه حد من خلق الله. احرقه يا معتمد. طب يلا بينا، يلا بينا، عشان الكنكبة دي خلتنا خلقنا. يا ساتر يا ساتر. لسه يا عاطف؟ اه ادخلي يا نوار. صباح الخير. صباح النور. اخبارك وصلتني؟ الحدوته لسه ما خلصتش. وايه اللي ما خلاهاش تخلص؟ مش الشقه طلعت قد الحق وانت قلتي لا؟ خلصنا. مشايخ كلهم تحت وهو معاهم. رجعوا تاني يعملوا ايه؟ ما اعرفش. انا سبت لهم الدور الاولاني كله عشان ما اوجعش دماغي بالكلام اللي هيطلع من اوضه الضيوف. مين العريس الغريب ده؟ فين اهله؟ فين ابوه؟ فين امه؟ ماتوا. والجماعه دول مهتمين بيه قوي كده ليه؟ على فكره شكله منهم بس من غير دقن. لا ما يبانش عليه. حتى لو باين الواد ده ما ينفعكيش. يا نوار انت حلوه وربنا انعم عليكي بخفه الدم، محتاجة حد يحس بيك ويقدرك. أنا هقولك على حاجة تخلصك من الواد ده خالص. قول يا أخويا. قولي له عاوز أشوف أهلك. بس أنت مش معقولة هتتجوزي واحد من غير أهل. هيقولك في الصعيد قولي ونسافر لهم. هيقولك بعاد والمشوار بعيد عليكي وهتتعبي. أقول له زي ما كنتش هتعب عشان أهلك هتعب عشان مين؟ الله ينور عليكي. مبروك يا عروسة، خلاص اتفقوا. اتفقوا على ايه يا حدايه انت؟ شبكه ومهر وشقه جديده وعفش جديد وهيقروا الفاتحه. بص يا عاطف، انت شاب طيب وابن حلال وعندك طموح وانا عايز اساعدك. ده عشمي في حضرتك برضو، وان شاء الله مش هتشوف مني الا كل حاجه خير. طب استنى بس لما تسمع بقيه الكلام. حاضر يا كابتن، معلش انا اسف. زمان مش زمان قوي يعني، وانا في القوات المسلحه كان القائد بتاعي راجل من الرجاله النادرين، كان حازم جدا، كان فخور انه راجل عسكري، كان عالم من علماء العلوم العسكريه. الله يرحمه بقى طالما كان. ايه الله يرحمه ايه؟ لسه عايش، الله يديله طول العمر، بس عايش كفيف. اصابه في حرب اكتوبر اللي هو كان بطل من ابطالها الكبار، في عمليه من العمليات انفجرت قنبلة في جدار وقع على دماغه، عملت له نزيف داخلي وكان اللي كان. اتفضل. ربنا يشفيه. سيادة اللواء رشدي حافظ مش أي حد بالنسبة لي، بس هو معظم الوقت قاعد في البيت، نادرا ما بيخرج. أنا عايزك معاه. معاه أعمل إيه بالظبط؟ أنا عايز أبقى مع سيادتك. يا ابني ما أنت هتبقى معايا، مش هنبعد عن بعض. أنا بس عايزك كل يوم الصبح تروح له البيت ومعاك الجرايد تقراها له وتتكلم معاه تدردش، يعني صعبة دي؟ لا مش صعبة يا كابتن. وكمان فيها فايدة ليك، قراية الجرايد فيها نوع من الثقافة. أنت مش قلت لي إنك طالب آداب؟ ها قلت إيه؟ حضرتك عارف يا كابتن إن ما أقدرش أرفض اللي حضرتك طلب. عارف يا عاطف، لولا إن أنا بثق فيك ومرتاح لك لا يمكن كنت اكلفك بالمهمه دي. وانا يا سيدي اللي هحدد لك المرتب بتاعك، واطمن سياده اللواء راجل كريم جدا جدا.